إذن سينا فلاحية بامتياز، الحمد لله عندنا اليوم النتائج ديال المحصول الزراعي النهائي 103 مليون ديال القنطار بالنسبة ل 97 مليون قنطار اللي كانت السنة الماضية 7.3% ديال النمو. كتعرفوا بأنه كانت هذا العام الشتاء موجوده، ولكن جات معطله شويه حتى لديسمبر، فلهذا كان 1 مليون قنطار اللي ما مليون قنطار مليون هكتار اللي ما تزرعش، ولكن المردوديه كانت في المستوى، وصلنا تقريبا 23 قنطار للهكتار، وهذا يعني حتى هو يعني نتيجة جد إيجابية. لأول مرة في التاريخ ديال المغرب وصلنا لهذه المردودية اللي خلات أن الحمد لله المحصول يطلع، واللي عطانا تقريبا 51 مليون قنطار اللي غادي تكون ديال القمح، وواحد 29 مليون قنطار اللي غادي تكون ديال الشعير، والباقي ديال الشعير. وهذا يعني كيبين بأنه الحمد لله سنة فلاحية متميزة، لا جميع المكونات ديالها، لا يعني بالاشجار المثمره ولا باللحوم، ولا كذلك بهذا المحصول الزراعي اللي جاء على السنه الثانيه، واللي كتعرف بانه صعيب سنه على سنه باش يكون واحد الكواسونس، يعني واحد النمو في الاقتصاد الفلاحي، ولكن هذه السنه غادي يكون ان شاء الله.